مرحبا معكم مستر في. بحلقة اليوم رايحين نتعلم أمر ميرور بالأوتوكاد. أول إشي بنفتح ملف الأوتوكاد، نيجي على نيو، أو بنفتح ملف إحنا رسمين فيه رسمة. عندنا هاي الرسمة بدنا نعملها ميرور، نيجي على موديفاي، على أمر ميرور، نختاره، بنحدد الرسمة، نعمل سبيس، نختار النقطة اللي بدنا نعمل إلها ميرور، مثلا هاي النقطة نياها لهان، نعمل نو، بتعمل لنا لها كوبي بالاتجاه المعاكس. بنحددها مرة تانية، نختار أمر ميرور من موديفاي، بنحدد هاي النقطة وهاي النقطة، نعمل يس، بتعمل لها ميرور، بتمسح الجزء الأول. وبرضو الاختصار تبع ميرور اللي هو MI space، بنختار الشكل اللي بدنا إياه، بنعمل space، بنختار النقطة، نعمل يس حتى إنه ما نقتلها كوبي. MI space، نختار النقطة، نحدد النقطة الثانية، بنعمل نو.